مجمع ثقافي في أبو ظبي يقدم إلى المكتبة العربية الكتاب المسموع. الرواية العربية خان الخليلي للكاتب المصري العالمي نجيب محفوظ الحائز على جائزة نوبل في الآداب عام 1988. الرواية العربية خان الخليلي هي المؤلف السابع في سلسلة مؤلفات كاتبنا المصري العالمي نجيب محفوظ. صدرت الطبعة الأولى من هذه الرواية في عام 1946، وتلقي رواية خان الخليلي الضوء بأسلوب نجيب محفوظ التحليلي المتميز على الحياة الاجتماعية للطبقة المتوسطة المصرية خلال سنوات الحرب العالمية الثانية، من خلال أسرة مصرية تجبرها ظروف الحرب على الانتقال من حي السكاكين بالقاهرة الذي كان عرضة للقصف الجوي الألماني إلى حي خان الخليلي الشعبي العتيق في قلب قاهرة المعز وفي رحاب الأزهر والحسين. من هذه النقطة الفارقة في حياة تلك الأسرة المصرية ينطلق كاتبنا نجيب محفوظ في روايته خان الخليلي. انتصفت الساعة الثانية من مساء يوم من سبتمبر سنة 1941، موعد انصراف الدواوين، حين تنطلق جماعات الموظفين من أبواب الوزارات كالفيضان العارم وقد نهكها الجوع والملل. انطلق أحمد عاكف الموظف بالأشغال مع المنطلقين، وكان من عادته أن يتخذ سبيله في مثل تلك الساعة من كل يوم إلى السكاكين. أما اليوم فوجهته تتغير فتصير الأزهر لأول مرة، ولم يكن رأى المسكن الجديد بعد، إذ بوشر نقل الأثاث منذ الصباح الباكر وهو في وزارته، وها هو ذا يقصد إليه كما وصف له. استقل الترام رقم 15، وقد افترت شفتاه عن ابتسامة ساخرة كشفت عن أسنان مصفرة من فعل التدخين، ومن ميدان الملكة فريدة أخذ الترام رقم 19، وقد ارتكب خطأ سهوا فرمى بحكم العادة بالتذكرة التي قطعها في الترام الأول وكانت توصله إلى الأزهر، واضطر أن يقطع تذكرة جديدة ضاحكا من نفسه في غيظ. وانتهى إلى ميدان الأزهر واتجه إلى خان الخليلي يتسمت هدفه الجديد، وملأت أذني أصوات وهتافات ونداءات حقيقة بأن تثير أعصابا قلقة كأعصابه. فتولاه الارتباك واضطربت حواسه ولم يدر أيان يسير، فدنا من بواب النوبي اقتعد كرسيا على كثب من أحد الأبواب وحياه، ثم سأله قائلا: من أين الطريق إلى العمارة رقم 7 من فضلك؟ فنهض البواب بأدب وقال مستعينا بالإشارة: لعلك تسأل عن الشقة رقم 12 التي سكنت اليوم، انظر إلى هذا الممر، سر به إلى ثاني عطفة إلى يمينك فتصير في شارع إبراهيم باشا، ثم إلى ثالث باب إلى يسارك فتجد العمارة رقم 7. قلب فيما حوله طرفا حائرا وتساءل: هل يستطيع أن يحفظ هذا الحي الجديد كما كان يحفظ حيه القديم؟ وهل يمكن أن يشق سبيله يوما وسط هذا التيه تقوده قدماه وقد انشغل بما ينشغل به من أمور دنياه؟ ثم اقتحم الباب مغمغما: بسم الله الرحمن الرحيم.
وارتقى درجات سلم حلزوني إلى الطابق الثاني، حيث عثر بالشقة رقم 12 ودق الجرس. فانفتح الباب وظهرت أمه على عتبته تلوح في ثغرها ابتسامة ترحيب، وأوسعت له مستضحكة وهي تقول: ها، أرأيت إلى هذه الدنيا العجيبة؟ فجاز الباب وهو يقول مبتسما: مبارك عليك البيت الجديد. ووجد أحمد نفسه في صالة صغيرة مزدحمة بأحزمة المتاع والمقاعد وقطع الأثاث، وكان بها بابان على يمين الداخل وفي مواجهته، فنظر فيما حوله في صمت. أما الأم فراحت تقول: الله يعلم أني لم أذق للراحة طعما في يوم هذا، فيا لشقاء الأم التي لم تنجب أنثى تستعين بها عند الحاجة، ولقد هربت أنت إلى وزارتك وقبع أبوك في حجرته كعادته ولم يتورع، غفر الله له، أن سألني منذ هنيهة عما هيأت لكم من طعام، كأنما يسأل ساحرة تقدر على كل شيء. وكان عاكف أفندي أحمد كابنه طويلا نحيفا ذا لحية كثة بيضاء، وقد وضع على عينيه عوينات غليظة بعثت في نظرته الذابلة طريقا خداعا. وحياه أحمد وقال له: مبارك يا أبتي. فقال الشيخ بهدوء: الله يبارك فيك، كل شيء بأمره. فهز أحمد رأسه وقال: ولكننا بالغنا في خوفنا مبالغة تنكبت بنا عن جادة الصواب. ألا ترى يا أبتي أن ما بين السكاكين وخان الخليل أدق من أن يدركه الطيار المحلق في السماء؟ فقال الأب بحزم: هذا الحي في حمى الحسين رضوان الله عليه، وهو حي الدين والمساجد، والألمان أعقل من أن يضربوا قلب الإسلام وهم يخطبون ود المسلمين. فابتسم أحمد وقال: وإذا ضرب خطأ كما ضرب السكاكين خطأ من قبل؟ فقال الرجل وقد ضاق صدره: لا تجادل في الحق، إني متفائل بهذا المكان خيرا وأمك به راضية، فاخلع ثيابك ودعنا نتناول غداءنا. واختفى شعاع الشمس المنعكس على زجاج النافذة العليا من العمارات التي تواجه نافذته، فأدرك أن الشمس تغيب وراء قباب القاهرة المعزية بالجهة الخلفية، وصعد بصره إلى مئذنة الحسين السامقة تنطلق بجلال في غلالة من ظلال المغيب، فهزت مشاعره وأيقظت قلبه، وترك النافذة فتربع على شلتة وهي جلسته المختارة إذا تهيأ للقراءة، واستخرج من المكتبة كتابا يقرأ فيه حتى يأزف ميعاد النوم. وكان والده في تلك الأثناء يتربع على سجادة الصلاة والمصحف بين يديه يتلو ما تيسر منه في صوت مسموع، غير منتبه إلى أخطاء القراءة العديدة التي يتتابع عثوره بها. كان عاكف أفندي أحمد في 60 من عمره، وقد أرسل لحية بيضاء أكسبت وجهه النحيل وقارا، وفرض على نفسه عزلة قاسية عقب إحالته على المعاش وهو في أواسط العمر ومشرق الآمال، واختار العبادة ملاذا وسكنا، ولم يعد للماضي أثر في نفسه، وسارع بالشفاء إليه نهوض ابنه أحمد بأعباء الأسرة. لم يستطع أحمد أن يركز انتباهه في القراءة لما أحدثه تغير المكان في نفسه من اليقظة والقلق، فمضى في مطالعة فاترة متقطعة، ومضى من الليل ساعة فسكنت ضوضاء النهار، ولكن لتحل محلها ضوضاء أشد وأفظع سرعان ما جعلت الحي جميعه كمسرح من مسارح روض الفرج الشعبية. أما مصدرها فالقهاوي العديدة المنتشرة في جوانب الحي، ولم يزل ملازما الشلت حتى بلغت الساعة 9، فقام لينام وأطفأ المصباح وركض على الفراش بعد أن أحكم غلق النافذتين، ولكن الضوضاء لم تزل تملأ حجرته وتدوي في أذنه، فذكر سكون السكاكين في مثل هذه الساعة من اليوم وتأسف من الأعماق،
ثم لعن الغارات التي أجبرتهم على هجر مسكنهم القديم الهادئ. فاستثار ذكرى تلك الليلة الجهنمية التي زلزلت القاهرة زلزالا مخيفا. وعند الساعة السابعة من صباح اليوم الثاني كان جالسا إلى السفرة يتناول فطوره الذي يتكون عادة من فنجان قهوة وسيجارة ولقمات مع قطعة من الجبن أو قليل من الزيتون، وغادر الشقة فصار في الردهة الخارجية التي تفصل بين الشقق. وقبل أن يبلغ السلم سمع وقع قدمين خفيفتين وراءه، فنظر خلفه فرأى فتاة في أولى سن الشباب مرتدية مريلة مدرسية زرقاء ومتأبطة حقيبة الكتب. وقد التقت عيناهما لحظة خاطفة ثم أعاد رأسه وقد تولاه ارتباك، والارتباك طبيعته إذا التقت عيناه بعيني أنثى. وتوقفت الفتاة كالداهشة وانتقلت إليها عدو ارتباكه، فلم يجد بدا من أن يتنحى جانبا وهو يهمس بصوت لا يكاد يسمع: تفضلي. وعند باب العمارة أيقظه صوت جهوري من أفكاره يصيح: ملعون أبو الدنيا! ثم صار في طريقه والفتاة على بعد منه غير بعيد حتى بلغت السكة الجديدة، فانعطفت إلى يسارها ومضت نحو الدراسة، وواصل هو مسيره إلى محطة الترام ولم يكن رأى من وجهها سوى عينيها. استقرت عليهما عيناه لحظة حين التفاتته إليها، عينان نجلاوان ذوات مقلتين صافيتين وحدقتين عسليتين، واجتاح صدره انفعال عنيف قاتم شأنه إذا اقترب من أنثى أو اقتربت أنثى منه، ذلك أنه يحب النساء حب كهل محروم، ويخافهن خوف غرير خجول، ويمقتهن مقت عاجز بائس. ومع ذلك كله سجل قلبه تاريخا في حياة القلوب، سطر أولى كلماته وهو في السنة الأولى من المدرسة الثانوية، كان غلاما ناضرا متأنقا، فجذب إليه يهودية صغيرة حسناء من بنات الجيران، كانت تلعب في طريقه وترقب مرجعه من المدرسة في نافذتها، وتبعته ذات أصيل حتى أدركت ثم نادت فالتفت إليها، فابتسمت إليه ابتسامة لطيفة فأجابها بابتسامة مقتضبة في حياء وخفر، فقالت له: حلمت حلما يا له من حلم. فقال وقد أخذ يأنس بها: خيرا إن شاء الله. فقالت: حلمت أنك قابلتني وقلت لي أريد، ثم ذكرت كلمة لن أعطيها لك حتى تقولها بنفسك، فحذر ما هي. فاشتد عليه الارتباك وقال بلسان ملعثم: لا أدري. فقالت: لا فائدة من الكذب علي، أولى بك أن تتذكر كلمة أول حروفها قاف والحرف الثاني باء. فلزم صمته وغض بصره فاستطردت تقول: والثالث لام، قل ما الحرف الأخير. فابتسم مرتبكا ولكنه لم يدري كيف يتكلم، فضحكت بسرور وقالت: الآن اعترفت بما تريد ولن أظن به عليك. ثم أدنت منه وجهها وقد أيأسها خجله الشديد من الانتظار، فأخذ قبلة مضت عقود من العمر كاملة وهو يحترق توقا إلى مثلها. واختفت اليهودية الحسناء من حياته فجأة. وفي الفترة النهائية من المرحلة الثانوية دانت أسباب الجوار أيضا بينه وبين صبية حسناء هي صغرى بنات أرملة من صديقات والدته، فألفت بينهما المودة وتجديع الأمين اللتين ما برحتا تدعوانهما بالعروسين. وكثيرا ما كان يحدث نفسه قائلا إنه لو تزوج من فتاته كما أرادت أمه وأمها لتمتع بحياة زوجية سعيدة قليلة الأشباه، ولكن عقب حصولها على البكالوريا حلت الكارثة بأسرته، فأحيل أبوه إلى المعاش ودفع به هو إلى مواجهة الشدة،
فانتزع من نعيم الآمال ورمي به إلى جحيم اليأس، وأصبح حتما على الفتاة إذا أرادت أن تبقي عليه أن تنتظر 10 أعوام ريثما ينتهي من تربية أخيه. فانقطعت الأسباب وتبددت الأحلام، وكفر أحمد بالحب وبالمرأة كما كفر بالدنيا جميعا. وعاد ظهرا إلى الحي الجديد، وذكر وهو يرتقي السلم الحلزوني فتاة الصباح ذات الوجه الأسمر والعينين العسليتين النجلاوين، ترى هل يراها مرة أخرى وفي أي شقة وفي أي طابق من هذه العمارة تقيم. ولبث في البيت وقد أكملت أمه فرشه وتنظيمه حتى العصر، ثم بدا له أن يجول في طرقات الحي الجديد مستطلعا ومستكشفا، فارتدى ملابسه وانطلق إلى الخارج. أهلا وسهلا بالجار الجديد، ويا ألف نهار أبيض. وسلم الجار الجديد، ولم يكن يتوقع تلك المفاجأة من صاحب ملعون أبو الدنيا، وقال وقد ابتسمت أساريره: أهلا وسهلا بك يا معلم. فأشار المعلم إلى كرسي موضوع أمام دكانه وقال والابتسامة لا تفارق شفتيه الغليظتين: شرفنا بالجلوس دقيقة، ذا يوم سعيد. وتردد أحمد: حلفت بالحسين إن لم تكن قاصدا غاية تستوجب العجلة إلا ما شرفتانا. يا ولد يا جابر، هات شايا وهات نرجيلة. محسوبك نون الخطاط. تشرفنا معلم. محسوبك أحمد عاكف بوزارة الأجهال. أنتم شرفتم حيانا يا سادة، ولكن هل جئتم حقا إلى هنا خوفا من الغارات؟ من قال لك ذلك؟ الحذي الذي نقل أثاثكم. الناس جميعا تهاجر هذه الأيام. الواقع أن أحياءنا المعرضة للخطر كادت تخلو، وقد حملنا مرض والدي بالقلب وخوفنا عليه على هجر بيتنا القديم آسفين. أدعو الله أن يكفينا شر الأيام، وأعود فأقول إن حظنا حلو، فلولا حكمة بعض الناس ما فزنا بهذا الجوار السعيد. شكرا يا معلم، فلطالما قال لنا الحكماء إن حي الحسين آمن. صادقوا ثم صدقوا، إنه حي مبارك محبوب مكرم من أجل صاحبه، وسوف ترى فيما يقبل من الأيام أنك لن تستطيع السلو عنه أو الزهد فيه، وسوف يدعوك شيء من الأعماق إليه. تفضل خذ نفسا من النرجيلة. فشكره أحمد معتذرا: هذه الحرب قلبت الدنيا رأسا على عقب. تصور يا إنسان أني سمعت بالأمس بنت بائعة الثجل تدعو أختها فتقول: تعال يا دارلينج، ملعون أبو الدنيا. هذا شعارك المحبوب يا معلم، طالما صعد إلى حجرتي ترديدك له. أجل، ملعون أبو الدنيا. صدقني أن الدنيا كالمرأة تدبر عمن يجثو بين يديها، وتقبل على من يضربها ويلعنها. ورب يوم يستدبر، ولما يفتح الله علينا بمليم ولا يدري أحد ماذا يأكل العيال، وما أملك ثمن النرجيلة، فما أزال آخذا في الغناء واللعن والتنكيل، وكأن العيال عيال جاري والفقر راكب عدوي. ثم تفرج فيطلب منا عمل، وأقبض مقدم الأتعاب. افرح يا نونو، اشكر الله يا نونو. خذي يا زينب الشاه، اجري عائشة، ابتاعي بطيخة، املأ بطنك يا نونو، كلوا يا ابناء نونو، واشكرنا يا زوجاتي نونو. كان الله في العون الظاهر أن أسرتك كبيرة، 11 كوكبا و4 شموس وقمر واحد. ولكن أليس الأربع بأكثر مما ينبغي؟ ليتهن كفيناني. وكيف تجمعهن في شقة واحدة؟ ألم تعلم بما يقال عن غيرة النساء؟
ما من واحدة من نسائي إلا مطمئنة إلى أنها الأثيرة المفضلة، ولن تجد مثل بيتي سعادة وهدوءا، ولا مثل زوجاتي حشمة وتنافسا في إرضائي، ولذلك لم يجرؤن على مغضبتي. وأخذ المعلم أنفاسا متتابعة ثم سأل ضيفه: هل أنت متزوج يا أحمد أفندي؟ كلا. ولا واحدة؟ ولا نصف واحدة. وعندما استأذن في الانصراف قال له المعلم: عليك بقهوة الزهرة، هي قهوة صغيرة ولكنها تجمع أفندية هذا الحي المحترمين، وستعرف فيها الصفوة من جيرانك. هل حضرت هذا المساء؟ فقال أحمد وهو يودعه: إن لم يكن هذا المساء فمساء الغد إن شاء الله. وعند مساء اليوم الثاني غادر العمارة ووجهته قهوة الزهرة، فوجدها عند مدخل شارع محمد علي الكبير وهو السابق لشارع إبراهيم باشا، وكانت في حجم الدكان ذات مدخلين، أحدهما على شارع محمد علي والثاني على الممر الطويل الذي يؤدي إلى السكة الجديدة. أهلا وسهلا، تفضل يا أحمد أفندي. جارون الجديد أحمد أفندي عاكف الموظف بوزارة الأشغال. سليمان بك عدة مفتش بالتعليم الأولي. سيد أفندي عارف بالمساحة. كمال أفندي خليل بالمساحة أيضا. الأستاذ أحمد راشد المحامي. المعلم عباس شرفة من الأعيان. وأوسعوا له مكانا بينهم ورحبوا به أيما ترحيب. لم يخامره شك قط في تفوقه على هؤلاء الناس من جميع الاعتبارات والوجوه، فهو من أهل السكاكين وهم من أبناء الدراسة أو الجمالية، وهو المفكر والعقل الكامل وهم لا شيء من هذا جميعه. ووجه كمال خليل الخطاب إلى عاكف قائلا: علمنا أن حضرتك آت من السكاكين. أجل يا أستاذ، أحقا لم ينجو من بيوت الحي إلا عدد قليل؟ الحقيقة أنه لم يهدم سوى بيت واحد. يا للناس من الإشاعات، فماذا فعلت تلك الفرقعة الهائلة التي خلناها في بيوتنا؟ كانت فرقعة في الهواء. وهل سقط تربيد حقا ولم ينفجر؟ فقال أحمد: وقيل تربيدان، ولكن أحيط بهما وعالجهما الخبراء. فقال أحمد راشد: من لنا بذاك الخرير الكندي الذي قرأنا عنه في أنباء الحرب يقال إنه أنقذ أحياء كاملة في لندن؟ فتساءل سيد عارف كالمتهكم وكان من محبي الألمان: أما تزال توجد أحياء كاملة في لندن؟ ودار عاكف ببصره في المكان فلاحظ لأول مرة أن غلاما يجلس على كرسي جنب كمال خليل أفندي، ولم يدري أكان موجودا قبل مجيئه أم أنه جاء في أثناء اشتغاله بالحديث، ولكنه أيقن من أول وهلة أنه ابنه. ما الذي جذب انتباهه إلى ذلك الوجه؟ لعله شعور غامض بأنه رأى هاتين العينين الواسعتين ونظراتهما الحلوة الساذجة. ألح عليه هذا السؤال: أين رأيت هذا الوجه؟ ومتى كان ذلك؟ في السكاكين؟ في الترام؟ في الوزارة؟ بيد أن المعلم نون انتشله من خلوته النفسية المحيرة فسأل: ألا تحب أن تتسلى بلعب الشيء؟ لا أدري عن الألعاب شيئا. فضحك كمال خليل قائلا: إليك الأستاذ أحمد راشد قرينا وشبيها في ذلك، فتسامر معا ريثما نلعب ساعة. ثم التفت الرجل إلى ابنه وقال له: هلما إلى البيت يا محمد. فخفق قلب عاكف وأرسل نحوه ناظرين، فتبعاه وهو يسير بخطى لطيفة حتى غيبه الباب، فعاد يقول لنفسه متحسرا: هل ذكرت متى عرفت هذا الغلام؟
كيف حالك يا أستاذ؟ لا تحسبن أني قديم عهد بخان الخليلي، لقد سبقتك إلى هنا بشهرين. الغارات أيضا؟ تقريبا. الواقع أن مسكننا القديم في حلوان أخلي لأغراض عسكرية، فرأيت أن أنتقل إلى القاهرة قريبا من مكان عملي، ووجدت مشقة في البحث عن شقة خالية حتى أرشدني صديق إلى هنا. فقال أحمد عاكف وقد أخفض صوته، يا له من حي مزعج. أجل، ولكنه مسل وغريب وحافل بالفنون والنماذج البشرية المدهشة. انظر إلى القهوجي الذي يحدث عما شف، إنه يزدرد نصف درهم من الأفيون كل 4 ساعات، ويمضي في عمله كالحالم لا يفيق. هل أستطيع أن أكب على دراستي في مثل هذه الضوضاء؟ ولم لا؟ الضوضاء قوية حقا، ولكن العادة أقوى، وسوف تألف الضوضاء حتى لا يزعجك سكونها. ولذلك قال ابن المعتز، إن للمكروه لذعة هم، فإذا دام على المرء هانا. فابتسم أحمد راشد ابتسامته الغامضة، وكان لا يحفظ الشعر ويحتقر الاستشهاد به، فتساءل في رفق، أأنت أستاذ عاكف من الذين يستشهدون بالشعر؟ وماذا ترى في ذلك؟ لا شيء البتة، إلا أنني أعلم أن الناس عادة لا يعدلون بالشعر القديم شعرا حديثا، مما يوجب أن يكثر استشهادهم إذا أرادوا أن يستشهدوا بشعر بالقديم، وأنا أكره النظر إلى الماضي. فثارت ثائرته وقال منكرا، وفيما إنكار عظمة الغابرين وفيهم الأنبياء والرسل، لعصرنا رسله كذلك. وكان عاكف قرأ فلسفة إخوان الصفا الدينية، فرغب أن يلخصها في كلمات لمحدثه البغيض ليدفع عن نفسه تهمة الأخذ برأي العوام في الدين. إن في الدين ظاهرا حسيا للعوام وجوهرا عقليا للمفكرين، فهناك حقائق لا يضيق المثقف بالإيمان بها، مثل الله والناموس الإلهي والعقل الفعال. فهز الشاب منكبيه وقال، إن العلماء المعاصرين يعلمون بما في الذرة من عناصر، وبما وراء عالمنا الشمسي من ملايين العوالم. ولبث فترة قصيرة ثم غادر القهوة عائدا إلى البيت، هائج النفس ثائر الكرامة، ولحسن حظه ذكر فجأة الغلام، وسرعان ما تغيرت حاله ورفت على حواسه الملتهبة نسمة رطيبة أذهبت رياح الحقد والغضب، وتمثلت لخياله العينان النجلاوان والنظرة الفاتنة، فتنهد متحيرا وهمس لفؤاده، سأراه حتما مرة أخرى. ونهض في الصباح المبكر نشيطا، وعند عصر ذاك اليوم وقد جلس وأمه في الصالة يشربان القهوة، قالت له المرأة بسرور، زارني اليوم نساء الحي من الجيران للترحيب بي والتعرف إلي كما جرت العادة، هنيئا لك. فضحكت وهي تتناول منه سيجارة، ثم أشعلتها وهي تقول، فيهن نساء لطيفات سيملأن غربتنا حرارة وحبورا. ونساء الحي من أي نوع هن؟ لسنا من السفلة ولا من الغجر كما ظننت. وكان بين اللائي زرنني زوج موظف بالمساحة يدعى كمال خليل، وزوج آخر بالمساحة أيضا يدعى سيد عارف، وجاءتني أيضا زوج صاحب مقهى الزهرة وشقيقته. أما أعجب ما صادفت اليوم فهو أن الست توحيدة حرم كمال أفندي خليل، وهي جسيمة كالمحمل أو كأمك أيام شبابها، صديقة قديمة عرفتها في دكان بهل العطار بالتربيعة، ها هي ذي الأيام تعارف بينكما. ثم ذكر أن هذه السيدة أم الغلام محمد، ولم يكن ذكره في نهاره إلا حين جاء ذكر أمه، فعجب كيف نسيه طوال ذلك الزمن، وقد كان قبل 20 ساعة ملء القلب والخيال، ولكن أمه لم تدعه لأفكاره،
فضحكت ضحكة عالية وقالت: وأخذنا في كذب النساء طويلا، وكذب النساء لذيذ، فهذه أبوها فقيه كبير يتبارك الناس بتقبيل يديه، وتلك كريمة تاجر واسع الثروة، والثالثة قريبة مدير حسابات الداخلية. وأنت يا أما كيف كان كذبك؟ فقالت وهي تحججه بنظرة ضاحكة: يسيرا، لا تثريب عليه يوم الحساب، فأبوك أحيل على المعاش منذ زمن يسير وكان مفتشا بالأوقاف، وأما أبي جدك فكان تاجرا، وأنت يا نور عيني رئيس قلم بوزارة الأشغال، ولك من العمر 32 عاما لا غير، فتذكر. يا خبر يا خبر، لا فائدة من الاعتراض، وإياك وتكذيب الكذب، وأنا أكبرك 13 عاما، فأنا في 45. يا لكن من كاذبات لا يشق لهن غبار. وعندما أتى المساء مضى إلى الزهرة ولم يمض دون تردد، فإن ارتياد المقاهي حدث جديد عليه لم يتعود ولم يألف. وتكلم أحمد عاكف كثيرا وضحك طويلا، وعاد إلى البيت في 10، فعكف على المطالعة زهاء الساعتين وأطياف الحياة الجديدة تتراقص أمام عينيه بين السطور، ثم نهض إلى فراشه وراح في النوم، ولم يدري أطال به النوم أم قصر، ولكنه استيقظ على صوت منكر لم يتنبه إلى حقيقته في الثانية الأولى من استيقاظه، ثم أدرك كنها، فخفق قلبه خفقة فزعة وقفز إلى أرض الحجرة بسرعة جنونية، وتحسس شبشبه بقدميه فوضعهما فيه، ثم اندفع إلى الصالة الخارجية فالتقى بشبحي والديه، فتقدمهما الخادم الصغيرة وسأله أبوه بصوت متهدج: هل تعرف الطريق إلى المخبأ؟ فأجابت الخادم عنه بسرعة: أنا أعرف يا سيدي. ووقف خلق كثيرون وسط المخبأ ممن ضاقت عنهم المقاعد. الساعة 2 صباحا، نفس ميعاد الليلة الفظيعة، ومضت الدقائق متتابعة والسكون مطبق، وطالت فترة السكون، فأخذ الأمن يتسرب إلى الجوانب الخافقة وشاع الهمس والكلام. قال رجل منهم: لن يبلغ الأذى مهبط رأس الحسين. فقال له الآخر: قل إن شاء الله. وهتلر ينطوي على احترام عميق للبقاع الإسلامية، بل يقال إنه يبطن الإيمان بالإسلام. فكيف ضربت القاهرة في منتصف هذا الشهر؟ ضربت السكاكين وهو حي غالبية سكانه من اليهود. ترى ماذا ينتظر الأمم الإسلامية على يديه؟ سوف يعيد بعد فروغه من الحرب إلى الإسلام مجده الأول، وينشئ من الأمم الإسلامية اتحادا كبيرا، ثم يوثق بينه وبين ألمانيا بعهود الصداقة والتحالف. استمع الكهل إلى المتحاورين بلذة وإنكار، وكانت غالبيتهم من أهل البلد، ولكنه لم يكن يتصور أن تبلغ بهم سذاجة التفكير هذا الحد من الأوهام، ولكنه لم ينكر على حوارهم لذته وفكاهته غير مقصودة، وما كان ليحرم نفسه من متعته لولا أن وقع بصره اتفاقا على غريمه الأستاذ أحمد راشد متمشيا على كثب منه، فنهض إليه فورا فتصافح، ثم قال له عاكف: لم نرك اليوم. فقال الشاب: شغلت بدراسة قضية. ولم يتم أحمد راشد كلامه فقد قطعه دوي طلقة شديدة تابعتها طلقات متقاربة، وقال أناس: هذه طلقات مدافع مضادة يطمئنون أنفسهم ويطمئنون الآخرين. وجاء رجل من الخارج مهرولا وقال وهو يلهث: السماء ملأ بالأنوار الكاشفة. فاشتد الخوف بالأفئدة، ثم سمعت طلقات أخرى بعيدة، استمرت فترة وجيزة قبل أن يطبق السكون مرة أخرى، وطالت فترة السكون وامتدت، فعادت الطمأنينة إلى النفوس،
وتعالى الهمس، ثم ضج المكان بالكلام. لن تعاد مأساة الضرب الأعمى. لقد اعتذر راديو برلين عن غارة منتصف سبتمبر، كانت غارة إيطالية فالألمان لا يخطئون. فابتسم أحمد راشد وقال لصاحبه: أرأيت إلى هؤلاء المتعصبين للألمان؟ وأنت، هل أنت كهؤلاء؟ كلا، إني مع الحلفاء قلبا وقالبا. وأنت؟ لي أمل واحد، أن ينتصر الروس ويحرروا الدنيا من الأغلال والأوهام. جمال خليل وأسرته، فسأل: هذه الفتاة كريمة؟ نعم، له محمد ونوال وفتاة كبرى متزوجة. واختلس منها نظرات ليملأ عينيه من النظرة الساذجة تقطر خفة، وكانت ملتفة في معطف شتوي، وقد أرسلت شعرها الأسود في ضفيرة غليظة، ومضت تتثاءب مرسلة نظرة ناعسة. ورآهما كمال خليل، فأقبل نحوهما مبتسما، ووقفوا معا يتحدثون، ولم يطل المطال بوقوفهم معا، فاضطرقت صفارة الأمان، ودبت في المخبأ حركة عامة شاملة، فحيا عاكفا صاحبي ومضى إلى والدي. والنس في الطيار المتجه نحو الباب يسيرون في بطء شديد حتى ارتقوا السلم إلى الطريق. اقترب رمضان، فقالت الأم: لا قطع الله لنا من عادة. فاستيقظ بخله وقال بشيء من الحدة: ليمضي رمضان كما مضى غيره من الشهور، وسنعوض ما فاتنا منه فيما يقبل من أيام السلم. وفي اليوم الأول من الصيام كابد أحمد عاكف تعبا مرهقا، فشق عليه ألا يشرب قهوته ويدخن سيجارته على الريق، ومضى إلى الوزارة متوجع الرأس متثائما، وغالب تعبه مغالبة يائسة حتى دمعت عيناه من التثاؤب واسترخت جفونه. وعاد إلى البيت ظهرا وقد نهكه التعب، فاستلقى على فراشه وراح في نوم عميق صحى منه قبل الفطار بساعة واحدة. وكان أبقى الأهرام بغير قراءة ليتسلى بمطالعته في الساعة الأخيرة المعروفة بشدتها وثقلها، فأكب عليه حتى فرغ منه، ثم لم ير بدا من فتح النافذة المشرفة على العمارات ليقطع الوقت بالنظر، ثم تحول عن هذه النافذة إلى النافذة الأخرى المطلة من جنب على خان الخليل القديم، ففتحها وارتفق حافتها. وكان يواجه نافذته عن قريب جناح العمارة الأيسر بنوافذ مغلقة، ولكنه سمع حركة خفيفة هفت من علن، فرفع بصره فرأى شرفة الجيران التي تواجه نافذته ولكن في الطابق الأعلى من العمارة، ورأى في الشرفة فتاة مكبة على تطريز شال انسحب ذيله على حجرها، وهي جالسة على كرسي ملتفة الساقين، وعرفها من أول نظرة حتى قبل أن ترفع إليه عينيها، فاهتز صدره، فما كان يحسب أن شقة كمال خليل في هذا الجناح الذي يواجهه، ولا أن فتاته دانية إلى هذا الحد، فشعر بارتياح وسرور. ورفعت الفتاة عينيها إليه ثم ردتهما بسرعة إلى إبرتها، فنظر في العينين العسليتين النجلاوين لثالث مرة، وغادر البيت قبل العشاء إلى الزهرة، فاجتمع بالصحاب وراحوا يتسامرون ويحتسون الشاي، ودار الحديث حول الصيام. وعند منتصف الثانية عشرة نهض أحمد عاكف يريد الانصراف، فقام معه المعلم نونو وهو يقول: سأذهب إلى البيت لأحضر معطفي لأن الجو تشتد برودته عند الفجر. وفي الطريق سأل المعلم صاحبه: لماذا لا تمد السهرة حتى السحور؟ فقال الكهل بلهجة فاترة:
إني أمضي الوقت ما بين الساعة 12 وما بين السحور في القراءة. أتقرأ كتبا؟ أجل، وما يقرأ غير الكتب؟ وفيما هذا التعب؟ هواية يا معلم نونو. ولكن الهواية ينبغي أن تكون ذات فائدة ما، فهل تطيل الكتب العمر؟ تدفع المرض؟ أتمنع المقدور؟ تجنب الشقاء؟ تملأ الجيب؟ بل أريد أن أكتب كتابا أيضا. الكتب في الدنيا أكثر من بني آدم. ألم ترى إلى مكتبة الحلبي تحت الكلوب المصري؟ فيها كتب يا دين محمد لو صفت جنبا إلى جنب لكاثرت طلبة الأزهر. فهل تبذل ما تبذل من جهد لتضيف إليها كتابا جديدا؟ نعم نعم، فلكل كتاب فائدته. إليك هواية لطيفة لن تقتضيك جهدا. ما عسى أن تكون. ألم تسمع عن الحشيش؟ لا شأن لي بهذه الهواية الساحرة. شكرا لك يا معلم. وعند أصيل اليوم الثاني نهض نشيطا إلى المرآة ليحلق ذقنه، وكان يحلقها عادة مرتين في الأسبوع، ولا يبالي أن يبدو للناس وذقنه نابتا، فعزم على الإقلاع عن عادته هذه وأن يحلق ذقنه يوما بعد يوم من الآن فصاعدا. ولما فرغ ارتدى جلبابا نظيفا وطاقية ناصعة البياض مجبرا ليخفي صلعته، ثم جلس على حافة الفراش يرمق النافذة بعينين مترددتين، ونهض مرة أخرى يلوح في وجهه العزم، ودلف من النافذة ثم فتحها، وارتفق حافتها وعيناه إلى أسفل، ثم مضى يرفعهما ببطء وحذر حتى بلغتا أرض الشرفة، فرأى قوائم الكرسي وحاشية الشال الذي كانت تطرزه مساء الأمس مدلاتا بينها، ثم غلبه خجله فأطرق كالأطفال، ولبث مطرقا وهو يشعر بعينيها تثقبان رأسه، وخاف أن تذهب الفرصة قبل أن يتملى برؤيتها، فرفع رأسه متغلبا على حيائه، فرأى الكرسي خاليا والشال موضوعا عليه. أترى أكانت موجودة حين فتح النافذة ودعاها إلى الذهاب داع، أم غابت قبل ذلك؟ إلا أنه سمع في اللحظات الأخيرة قبل المدفع حركة خفيفة في الشرفة، فرفع رأسه بسرعة فرأى الفتاة مقبلة، ثم رآها تنحني على الكرسي لتأخذ الشال، فالتقت عيناهما لحظة، ثم استوت قائمة فولته ظهرها وجرت إلى الداخل، وما طمع في أكثر من ذلك. وكان ذات مساء يغادر حجرته بعد العشاء إلى المقهى، فدق جرس الباب الخارجي وهو يقترب منه، ففتح الباب بنفسه، فرأى أمامه الست توحيدة وكريمتها نوال، وجعل ينظر إليهما بدهشة وارتباك، وقد خفض صدره بما بغته من سرور، ثم انتبه إلى نفسه فتنحى عن سبيلهما قائلا متلعثما تفضلا، ودعا أمه لتلقى الزائرتين، وذهب لا يلوي على شيء. وهبط أحمد السلم نشوان لأنه يذكر جيدا كما أكد لشكوكه التي لا تنتهي أن فتاته ابتسمت إليه وهو يستقبلهما ابتسامة خفيفة براقة، ورغب عن الذهاب توا للمقهى ليتيح لنفسه فرصة للتأمل، فحث خطاه إلى السكة الجديدة وصار معها مبتهجا مسرورا، فقد بدا له أنه أصبح حرا بعد أن أدى واجبه كاملا. ألم يتلقى عن والده العبء عند اندحاره؟ ألم ينهض بأسرته المهددة بالشقاء؟ ألم يكفل أخاه حتى صار رجلا؟ فما عليه من حرج بعد ذلك إذا شغل بسعادته
مخلفا أعباءه لشقيقه الأصغر، وخطر له وهو راجع أن يتساءل: هل الحب شيء غير ما يعاني؟ وعاد إلى الزهر فوجد الصحابة يتسامرون ويحتسون الشاي، ورأى الغلام محمدا جالسا جنب والده يقلب في المكان عينيه النجلاوين، فسر لمرآه وهو سفير هواه، وانجذبت نحوه روحه واتخذ مجلسه المعتاد. وإنه لفي حديثه مع نفسه إذ سمع المحامي يقول للغلام محمد بلهجة الأمر: يا محمد، أنا لك أن ترجع إلى البيت لتذاكر. ونهض الغلام قائما وقد علت شفتيه ابتسامة دلت على ارتباكه، وغادر المقهى وثبا. وعجب أحمد عاكف للهجة الشاب الآمرة وإذعان الغلام لها، وأحس الشاب بعجب الرجل فقال: البنات تفوقن على الصبيان بدرجة تدعو للدهشة. فشقيقة الغلام مجتهدة مطيعة، أما هو فيتجرع دروسه كالعلقم ويعتل على التهرب منها بالعلل. هل تعطيهما دروسا خصوصية؟ فحن الشاب رأسه بالإجاب، وامتعض الآخر امتعاضا شديدا جعله يتكلف الابتسام حتى لا يبدو على وجهه أثر من إحساسه. أيجلس من فتاته مجلس الأستاذ المعلم؟ أيلاقنها الدرس ويأمرها بحفظه؟ وربما تصنع الجد فانتهرها. ألا ينفرد بها أحيانا؟ ألم ينظر إليها مرة بغير عين الأستاذ؟ كيف تراه هي؟ إنه شاب مثقف ذو مستقبل حسن، ولن يضره شكله المتجهم ولا عينه الزجاجية. انطوى على نفسه دامي القلب مشترا آلامه، مكيلا التهم لسوء الحظ الذي يلاحقه. ولما خلى إلى نفسه في حجرته بعد منتصف الليل تساءل ممتعضا: ألا يحسن به أن يقلع عن عادة فتح النافذة، وأن يغلق قلبه دون العاطفة الجديدة التي يسير الألم بين يديها، بيد أنه تناسى مخاوفه في اليوم التالي وما بعده، وصار بين النافذة والشرفة ميعاد يتجدد كل أصيل، ولم يعد شك في أن الفتاة أدركت أن جارها الجديد يتعمد الظهور في النافذة أصيل كل يوم، ليبعث إليها بتلك النظرة الحيية الوجلة. ترى كيف تحدثها نفسها عنه؟ أتهزأ بشكله؟ أتضحك من كهولته؟ أم باتت تضيق بخجله وجموده؟ وجعل يهدئ روعه ويقول لنفسه: إنها لو كانت تهوى الشاب البغيض لما منحته نظرتها الحنون مساء بعد مساء. فعاوده الأمل وراجعه الرجاء. ثم كانت ليلة القدر من الشهر المبارك، فاحتفلت بها الأسرة احتفالا بدا في الدجاجة المحمرة التي ازدانت بها سفرة الإفطار وصينية الكنافة. وعند العشاء راحت الست دولة تدعو لبعلها بالصحة ولولديها بطول العمر والسعادة. وقبل أن يأووا إلى أسرتهم قبيل الفجر أطلقت صفارات الإنذار، فارتدوا معاطفهم وهرعوا بين جموع السكان إلى المخبأ الذي باتوا يعرفون طريقه بغير حاجة إلى إرشاد الخادم. وامتزج انزعاج أحمد بسرور خفي، لأن المخبأ يدنيه من نوال ويمتع ناظري باجتلاء محياه المحبوب. على صوت رجل يقول متذمرا: ألم يقولوا إن الألمان لن يغيروا على مصر في شهر الصيام؟ فتحول إليه سيد عارف وقال: ولكن الإنجليز يغيرون على طرابلس وهي بلاد مسلمين كذلك. ثم قال لصاحبه بلهجة اليقين: الإنجليز لا يضربون طرابلس لفائدة حربية، ولكن ليجبروا الألمان على ضرب القاهرة. ومضت فترة وجيزة في سكون، ثم انطلقت صفارات الأمان، فنهض القوم متشهدين،
وأرسل أحمد عاكف نظريه لا هدف فيه المنشور، فالتقيا بنظرة جادت بها له، ورآها تسبق أسرتها نحو باب المخبأ، حتى إذا بلغت عطفت رأسها نحوه ورمته بنظرة ذات معاين، ثم ارتقت السلم على عجل. فشعر الرجل بقلبه الجذلان أنها تدعوه إلى اللحاق بها، فاتجه نحو الباب سابقا والديه والخادم، وارتقى السلم متسائلا ترى هل يجدها أمام الباب، ولكنه رأى شبحها قد ابتعد عن مدخل المخبأ أذرعا في طريق البيت، ولم يكن في الطريق غيرهما، فهما أول اثنين غادر المخبأ، فإذا أوسع خطى أدركها في أقل من الثانية. تخيل ذلك بسرعة، ولكنه لم يكد يبدي حركا، فاتسع ما يفصل بينهما من مسافة حتى باتت قريبة من مدخل العمارة، وغل الحياء والارتباك إرادته، فجعل يتلفت خلفه كأنه يدعو والديه إلى اللحاق به لينقذاه من ورطته. ثم اختفت الفتاة داخل العمارة، وانتهى الخوف والتردد والرغبة والأمل. واستيقظ في صباح اليوم الثاني متعبا، لأن السرور كالحزن عدو للنوم قديم. وعند عودته ظهرا وجد خطابا في انتظاره، عرف خط صاحبه من أول نظرة ألقاها على الظرف، وفض الخطاب ثم قرأه حتى فرغ منه، وقال: سيأتي رشدي أخي صباح نهار الوقفة. فاستقبل الوالدان الخبر أجمل استقبال، ويقول رشدي إنه صدر أمر بنقله من أسيوط إلى المركز الرئيسي بالقاهرة، وسيتسلم عمله الجديد بعد عطلة العيد مباشرة. وسر الوالدان سرورا كبيرا، وقالت الست دولة: سنستقبل عيدين لهفي على الغلام العزيز، كيف قضى ذاك العام في أسيوط؟ في الصباح الباكر من يوم الوقفة أخذ سمته إلى محطة مصر ليكون في انتظار الشاب القادم، وكان الجو رطبا ولكنه محتمل البرودة، فجلس على أريكة على رصيف الصعيد، ولم يبقى على قدوم القطار سوى دقائق، وما لبث أن رأى الرؤوس تتطلع نحو الجنوب، والنشاط والحركة يشملان المكان، فنظر مع الناظرين فرأى القطار قادما متماهلا، وما عتم أن باع ضجيجه، فاهتزت له جوانح الأرض وملأ منظره الأعلى، وأخذ يقترب رويدا رويدا، وقد امتلأت نوافذ عرباته بالرؤوس المتطلعة، حتى وقف شاغلا الرصيف الطويل، وهرع نحوه المنتظرون. الحمد لله على السلامة، كيف حالك يا رجل؟ الحمد لله يا أخي، كيف أنت؟ كيف الوالدان؟ وسار جنبا لجنب نحو الخارج يعلوهما البشر. بلغ فناء المحطة ريثما استقل عربة، ونقد الشاب الحمال أجرته، ثم سارت العربة سيرتها الثملة المريحة تخترق ميدان المحطة المترامي الأطراف. لابد أنك ضقت ذرعا بأسيوط، كما ينبغي أن أضيق ذرعا بأي مكان غير القاهرة. فتفحصه بنظرة ثاقبة وقال: السجن مفيد لأمثالك، ومع ذلك فإني لا أرى آية الراحة في وجهك. فابتسم الشاب عن أسنان بيضاء منتظمة وقال كالساخر: إذا اجتمع موظفان في بلدة كانت مائدة القمار ثالثهما. فتنهد أحمد قائلا: أقضي أن تحرم من نعمة النوم أبدا؟ نعمة النوم؟ النوم في الحقيقة نقمة، إنه اختلاس جزء طويل لا يقوم بمال من حياتنا القصيرة. أنت لا تدري مما تقول شيئا.
عندما خلى الشاب إلى نفسه لم يعد يحاول إخفاء استيائه، فلاحت أماراته في وجهه الجميل وقد انقبض صدره منذ رسم الخطوة الأولى على عتبة خان الخليلي. فلما دخل الشقة هاله ضيقها، وأيقن أنه لن يطمئن له جانب في هذا المقام الجديد، وضاعف من سخطه أن أصحابه جميعا في السكاكين وما حوله، وأنه سيرغم بعد قضاء سهرته بينهم على قطع طريق طويل إلى هذا الحي، ثم التخبط في طرقاته الضيقة ليلا وهو ثمل ونفخ من الغيظ. ثم أجال بصره فيما حوله، فانجذب البصر نحو نافذة تقابل نافذته من عل على جناح العمارة المواجهة له، انفتحت على مصراعيها وظهر فيها وجه فتاة، وجه حسن تزينه عينان تقطران خفة وسذاجة. فالتقت عيناهما في نظرة إنكار من ناحيتها ونظرة تفحص من ناحيته، ثم شق عليها تفحصه الثاقب، فخفضت بصرها وتراجعت في استحياء، فابتسمت ابتسامة رقيقة وانبسطت أسارير وجهه متأثرا بملاحة محياها وتحير نظرتها العذبة، ولم يزايل مكانه ولا حول عينيه عن النافذة منتظرا عودتها، ولبث على حاله من النظر والانتظار تحدوه رغبة وصبر وعناد، حتى ظهر رأس الفتاة مرة أخرى في حذر، فالتقت العينان خطفا، ثم تراجعت الفتاة فيما يشبه الضجر، فضحك ضحكة خافتة وتحول عن النافذة مبتسما راضيا، ثم جلس على كرسي مكتبه الصغير مغمغما: هذا أول شيء حسن نصادفه في حينا البائس. بعد شرب القهوة مباشرة ارتدى رشدي بدلته وغادر البيت لا يلوي على شيء، وقد أراد أن يصل إلى كازينو غمرة في الوقت المناسب. استقل الترام رقم 10 فجرى به في الطرق المؤدية إلى حيه القديم، فاستثار حناله، ولما شارف السكاكين شعر بألم نبيل ووجد شريف يقرضان في شغاف قلبه، وغادر الترام واتجه إلى الكازينو. رشد عاكف، أهلا 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 بقلب الأسد. وسر بسماع لقبه العزيز، وقد عرف به بين اللاعبين لكثرة مجازفاته، وتعانقوا عناقا حارا، وكانوا جميعا مثله في منتصف العقد الثالث، منهم من زامله في المدرسة أو من نشأ معه في سكاكين، وكانوا جميعا في المجون والإباحية والعربدة شخصا واحدا. قال أحدهم: هكذا لا نراك إلا مع العيد وقد كنا لا نفترق ليل نهار. فقال رشدي ضاحكا وهو يتخذ مجلسه: ستراني منذ الليلة كل يوم، أو منذ اليوم كل ليلة على الأصح. وضحك رشدي ضحك إنسان حرم شهود هذا المجلس عاما بغير نقصان، ولبثوا يشربون ويتسامرون حتى وافت التاسعة، فنهضوا إلى بهو اللعب المحبوب. في تلك الليلة ربح رشدي مبلغا كبيرا، وعلى أثر انطلاقهم في الطريق اقترح أحدهم قائلا: ما رأيكم في أن نكمل اللعب في بيتنا؟ فقالوا في صوت واحد: هو كذلك. عاد الأب بعد مشرق الشمس بقليل، فدخل عليهم يرفل في عباءته الفضفاضة وما يزال يبسمل ويحوقل، فمثل بين يديه ولثمت الزوجة يده، وفعل أحمد مثلها، فهنأهما الرجل بالعيد وجلسوا جميعا وهو يقول: كل عام وأنتم بخير، ربنا يجعله عيدا سعيدا لنا وللمسلمين كافة. ورمى ببصره الذابل إلى آخر حجرة في الشقة وقال كالمتهكم: هل استيقظ الغلام أو أنه لم ينم بعد؟ عاد أحمد عاكف إلى حجرته، وكان قلب الكهل يخفق بروح الشباب النشوان، وتصفحت عيناه المناظر والوجوه بعقل غائب،
حتى جوزي على صبره أجمل الجزاء، فرأى فتاته تبرز من باب الشرفة في أبهى حلل، فصعد إلى وجهها الأسمر الجميل ناظريه، وتشجع على غير مألوفه فلم يطرق، وابتسم وفؤاده يغلي من شدة الخفقان، وأحنى رأسه إحناءة خفيفة، وكانت ترنو إليه بعينيها النجلاوين، فابتسمت ابتسامة حلوة ردا على تحيته، فتنهد بارتياح وسرور. وكانت الساعة تقترب من التاسعة، فذكر أنه على موعد مع الصحاب في الزهرة، صار أخيرا من أصحاب المواعيد في القهوات، وغادر البيت جذلا طربا، فصار متمهلا ثملا بخمر الأمل والأحلام، يسائل نفسه في حيرة الفرحان، وماذا بعد الابتسام؟ ماذا بعد يا دهر؟ ورجع رشدي إلى حجرته، فأشعل سيجارة وراح يدخنها وراء النافذة، مصوبا بصره نحو النافذة المرموقة، متوقعا بين آن وآخر أن يلمح جارته الحسناء. وصدقه الأمل، فلاحت الفتاة في النافذة بفستانها الجديد وعلى كتفيها معطف الرمادي، إلا أنها تراجعت في غير إبطاء، كأنما تفر من نظرته الثاقبة. ولمح الشاب المعطف، فخطر له أنها متهيئة للخروج، فدلف إلى المشجب بغير تردد، وأخذ في ارتداء ملابسه، وغادر البيت بعد دقائق معدودات، وسأل نفسه أين يحسن أن ينتظر. بدت في 16 على أكبر تقدير، متوسطة القوام، رشيقة اللفتات، بيد أن وجهها أجمل ما فيها حقا، وأجمل ما في وجهها عيناها النجلاوان. ولم يستطع أن ينعم النظر، لأنها بلغت المحطة مسرعة، وصعدت إلى حجرة السيدات ومعها أخوها على الأرجح، فاستقل الترام وراء الحجرة مباشرة ليتمكن من رصد نزولها. وعادت نوال إلى البيت وقد بلغ منها التأثر، راحت تسائل نفسها ما لهذا الفتى الجسور لا يكف عن مطاردتها، مذ وقعت عليها عيناه غداة الوقفة. كان الأستاذ أحمد راشد المحامي أول رجل من غير محارمها يتصل بها عن كثب لأعطائها الدروس، وتلقته منذ أول مقابلة باستحياء، ورمقته بعين ملؤها التطلع والرجاء، فلم يتمثل لعينيها أستاذا بقدر ما تمثل لهما رجلا، بيد أن الشاب المحامي كان صارما رزينا أكثر مما ينبغي، فجفلت منه وخاب رجاؤها فيه. ثم جاء أحمد عاكف الجديد، وقالت الأنباء إنه أعزب، وشعرت بمزيد الغبطة والسرور، أن عينيه تسترقان إليها النظر، فتحرك قلبها نحوه كما تتحرك الراحتان نحو مجمرة في ليلة شديدة البرد والزمهرير، وقالت لنفسها إنه رجل جاوز حدود الشباب، ولكنه ما يزال في عنفوان الكهولة، ولا بد أن يكون موظفا محترما، لأنه غالبا ما يصير الموظف في مثل عمره محترما. وحدثها قلبها بأن الأمل المرموق قد بات قريب المنال، ولدى الضحى من نهار الوقفة طالعها وجه جديد من نفس الشقة، بل من الحجرة التي تواجه حجرة نومها، وأدركت من النظرة الأولى أن الشاب الجديد أخو صاحبها الكحل. وقال لها قلبها إن مثل هذا الشاب خير من ذاك الكهل بغير جدال، ولكن الكهل لم يعد غريبا، فبينها وبينه تحية متبادلة، وهو المفضل إذا طلب يدها، وما ينبغي أن تنسى أن بينهما عهدا صامتا لا يلبث أن يصير إن شاء الله زمرا وطبلا وثريات لألاءة ورملا فاقعا يسر الناظرين. وغادرت الشقة عصرا بقصد زيارة حرم سيد أفندي عارف، وخطر لها أن تصعد إلى السطح قبل القيام بزيارة لتجول جولة فيه مسرحة الطرف بين المآذن والقباب.
وكان علم بصعودها إلى السطح اتفاقا، إذ كان ينظر إلى نافذة حجرتها المغلقة بأسف، فلاحت منه التفاتة على سور السطح، فصادف ذلك مرورها به، وكان انتهى من ارتداء ملابسه استعدادا للخروج إلى سهرته، فحملته جسارته وحسن انتهازه للفرص إلى الصعود إلى السطح من فوره. ورأى على السور في موقع وسط بينه وبينها عمودا خشبيا شد إليه حبل الغسيل، ووقعت عليه يمامة، فرفع رأسه إلى اليمامة وقال بصوت خافت وهو يلحظ الفتاة بطرفه: مساء الخير يا يمامتي. ورآها تلحظ اليمامة بطرف خفي، فابتسم واستدرك: ما أجمل سمرتك! السمرة حلية الجمال وروح الخفة. هل سمعت بأغنية السمرة؟ يا أسمر اللون، حياة الأسمراني. وأنصتت الفتاة إليه، وإن تظاهر بعدم المبالاة بأذنين مرهفتين، وطاب لها صوته، فابتسمت ابتسامة باطنية لم ترسمها شفتاها، ثم غلبها الحياة، فابتعدت خطوتين وأشاحت عنه بوجهها، ولم تعد تجدي مخاطبة اليمامة، فقال لها بهدوء: سعيدة. فأشاحت عنه وجهها مرة أخرى، وحركت قدميها ببطء شديد نحو الباب، فدنا منها جزعا وقال: ألا تردين علي؟ أما تجودين بكلمة واحدة؟ كلمة واحدة؟ ولكنها حفت خطاها، فهم باعتراض سبيلها، فقالت له بحدة مصطنع: إليك عن سبيلي. وخجلتاه لسلوك الجار، هل يعيب الجار أن يتودد إلى جارته الحسناء؟ أجل، وإذا أجبره حسنها على أن يتودد إليها فمن الملوم؟ لا تستدرجني إلى الكلام، وإياك أن تعترض سبيلي. ولكنه اعترض سبيلها غير مبال تحذيرها، فتملكها الخوف واندفعت نحو الباب مارقة من تحت ذراعه، فلم يسعه اللحاق بها، ونزلت على عجل خافقة الفؤاد، ومضت نحو شقة سيد عارف. لم تكن غضبة ولا مستاءة، بل كانت أبعد خلق الله عن الغضب أو الاستياء. ومضت أيام العيد، فلم تقع عين أحمد عاكف عليها مرة أخرى، وحسب أنها في شغل بالعيد وملاهيه، فدعا لها قلبه بالسرور، وكان كل مطمعه أن تراه في البدلة الجديدة التي فصلها خاصة إكراما لها، فقال لنفسه: إن البدلة لا تبلى في أيام، وسوف تراه يوما ما حتما وهو يرفل فيها. وجاء يوم الجمعة الأول بعد العيد، ولما يحقق شيئا من أفكاره، بيد أنه رآها صباح ذلك اليوم لأول مرة بعد مرة أول أيام العيد، وسر فؤاده المشوق، وخطر له وقت ذاك أن يحاول تفهيمها بالإشارة وعلى قدر المستطاع أنه يوشك أن يحدث والدها بشأنهما، ولكنها سبقته فأنامت رأسها على راحتها كأنما تقول له إنها ترغب أن تنام، وأشارت على رأسها وقطبت، ثم لوت شفتيها تعني أن رأسها موجع، ثم حنت له رأسها وتراجعت مولية وأسف على فوات الفرصة، ولكن تصميمه تضاعف، وأراد أن يدخن سيجارة فوجد علبة السجائر فارغة، فمضى إلى حجرة رشدي ليأخذ منه سيجارة، وكان الباب مواربا، فدفعه بهدوء ودخل، ورأى شقيقه مرتفقا النافذة شاخصا إلى أعلى، مستغرقا حتى أنه بلغ نصف الحجرة قبل أن ينتبه الشاب لمجيئه، فاستطاع أن يرى من موقفه النافذة الأخرى التي يتطلع إليها أخوه، وأن يلمح حال تبسطه الحجرة رأس نوال دون غيرها وهو يرتد بسرعة البرق. وانتبه رشدي إلى مجيء شقيقه باختفاء الفتاة الذي هو بالفرار أشبه، فالتفت وراءه ثم ابتسم للقادم بترحاب،
وبوغت أحمد مباغتة عنيفة منكرة كانت أعنف وقعا عليه من انفجار القنابل ليلة الغارة، فزلزلت صدره الذي جاء به مثلجا مطمئنا قلقلة جنونية صدعته كما ينصدع السحاب بشرارة البرق القوية الخاطفة. ولكن لم يغب عنه تحول الشاب إليه، فأغضى بصره ببداهة الغريزة وسرعتها ليخفي عينيه، وأهاب بقوته الكامنة ليحافظ على هدوء مظهره، وتكلف ابتسامة، ثم نظر إلى الشاب الذي أقبل نحوه مبتسما ابتسامته الحلوة البريئة وقال بهدوء: سيجارة من فضلك. واستخرج رشدي علبة سجائره من جيب بيجامته وفتحها وقدمها لأخيه، فتناول الرجل سيجارة شاكرا وحياه برفع يده إلى جبينه، ثم قفل راجعا ورد باب حجرته ورمى بالسيجارة إلى فراشه. ترى لماذا يحول رشدي دائما بينه وبين سعادته؟ وما أحب إنسانا مثله قط، فهو الذي أجبره قبل 20 عاما على التضحية بمستقبله ليقف حياته على تربيته، وها هو الآن يجني ثمرة سعادته ويدوس أمله المنشود بقدم غليظة. واستولى عليه الغضب وتقيحت نفسه بالسخط والحنق وثار بركانه في عنف ودوي، ولكن الكراهية لم تجد سبيلا إلى نفسه. لم يكره أخاه لحظة واحدة حتى وهو فريسة الثورة في عنفوانها. إن حبه له أصيب بنوبة وقتية أفقدته وعيه فأغمي عليه، ولكنه لم يمت، بل لا يشعر نحوها وهي الخليقة بالاتهام بكراهية أو مقت، وإن بدا سخطه كأنه لا نهاية له. خرج رشد عاكف مبكرا على غير عادته ودون أن يتناول فطوره، يدفعه ما هو خليق بتغيير العادات وتأخير الفطور. ولما انتهى إلى السكة الجديدة رأى الفتاة على بعد قريب صاعدة طريق الدراسة إلى طريق الصحراوي المؤدي إلى العباسية. صباح الخير. فمال رأسها إليه قليلا ولحظته بطرف متردد وقالت بصوت خافت: صباح الخير. أتأذنين لي أن أحمل عنك هذه الحقيبة؟ كلا، لا داعي لذلك، فهي خفيفة على كبرها ولا ضير من حملها البتة. لابد أن تثقل على يدين رقيقتين كيديك. بل يداي تثقلان عليها، لا تعودني على الطرف من فضلك. أليس مما يخجل حقا أن أسير طريق اليدين وأنت تحملين هذه الحقيبة الكبيرة؟ ولكننا لم نتعرف بعد. ألسنا جيرانا؟ بلى، ولكني لا أعرف اسمك. سامحك الله، اسم رشدي، رشدي عاكف. كيف يسيئك هذا وأنت تجهل اسمي أيضا؟ معاذ الله، أعرفته من أول نظرة أيضا؟ إحسان. فضحكت بصوت مسموع وقالت بإنكار: أهكذا تختلق الأسماء؟ بل هو اسمك. أخطأت يا سيدي، ولعلك رمت غيري، فارجع بسلام. ولكني سمعت والدتي تتحدث عن والدتك مرة فتدعوها ست أم إحسان. فحسبت أن إحسان هي أنا؟ نعم. فضحكت مرة أخرى حتى تورد وجهها الأسمر وقالت: هذا اسم أختي الكبرى وقد تزوجت منذ 2 عامين. فابتسم رشدي كالخجل وقال: لا تؤخذيني، فما اسمك إذن؟ نوال. عاشت الأسماء، حسبك هذا، فينبغي أن نفترق هاهنا. فتوقف عن السير وأخذ راحتها في يده وضغط عليها بحنو وهو يقول: مع السلامة وإلى اللقاء غدا صباحا.
فحيته بإحناءة من رأسها وغمغمت: إلى اللقاء. واطرد مجرى الحياة، فتوطدت أسباب الصداقة بين رشدي وكمال خليل على حداثة عهدهما بالتعارف وتفاوت ما بين عمريهما بفضل لباقة الشاب وكياسته. ودعاه الرجل إلى قهوة الزهرة فلبى دعوته وجالس صحاب شقيقه والكهل بينهم، ونال إعجابهم بما طبع عليه من دماثة الخلق وإشراق الوجه. ثم دعاه الرجل إلى زيارة بيته فمضى إليه فرحا مسرورا، وتوثقت عرى المودة بينهما، واكتسب الشاب ثقة الرجل لحد أن قدمه إلى زوجته وكريمته، ورفع الحجاب بينه وبين أسرته. وتبع ذلك أن حل رشدي محل الأستاذ أحمد راشد المحامي في التدريس لنوال ومحمد. ولما اتصل نبأ ذلك بالأخ الأكبر عقدت الدهشة لسانه، ولم يدر كيف حدث ولا كيف أمكن أن يحدث، فأخوه صار كأنه عضو في أسرة الجيران. ولو أنه وطن النفس يوما على أن يبلغ هذه المنزلة التي بلغها رشدي في أيام لما كفته 20 عاما. وانصرم شهر نوفمبر، فاشتد البرد اشتدادا لم تعهده القاهرة إلا في النادر، وأصيب رشدي عاكف بالإنفلونزا، ولعلها أصابته أثناء عودتي إلى خان الخليل في الهزيع الأخير من الليل. إلا أن حالة المرض اشتدت عليه في اليوم الثاني في المصرف، فتناوبته قشعريرة ثم شملته رعشة حتى استكت أسنانه وعراه خور أظلمت منه عيناه، فغادر المصرف واستقل تاكسي إلى البيت. وأدرك أحمد أن أخاه فقد مناعته الأولى التي طالما قاوم بها التوعكات، فلم يملك أن قال له: صرت كالخيال لأن جسمك لم يعد يقاوم لما تكلفه به مما ليس في وسعه. وكان الفتى معتادا أمثال هذه الملاحظة من أخيه، فابتسم ابتسامة شاحبة وقال: هذا عارض من أعراض البرد وسوف يزول. فقال أحمد باستياء: ولكنه ما كان يتمكن منك لولا تفريطك في صحتك. وبرأ رشدي مما ألم به وغادر فراش المرض. استرد نشاطه المعهود، ولكنه لم يسترد صحته، فلم يزايله الهزال، واشتد لون وجهه شحوبا، وبدا وكأنه بقي من مرضه شيء لا يفارقه. وإذا كان أحمد منشغلا بنصحه، كان الشاب منشغلا بالتفكير في أمور أخرى. فدخل على أخيه عصر يوم قبل موعد خروج الرجل إلى القهوة بقليل، حياه بابتسامته المطيعة وقال: هل تأذن لي بالتحدث إليك قليلا؟ تفضل يا رشدي. فقعد رشدي على الكرسي وقال: أريد أن أجد في الأمر، فليست الحياة كلها لعبا. الحياة ليست كلها لعبا، هذا حق. فقال الشاب: أنت مرجعي عند المشورة، وقد جئتك سائلا هل توافق على زواجي؟ أجئت تتحدث أخيرا عن الزواج؟ مرحة. هي الحقيقة يا أخي، فهل يسرك ذلك؟ يسرني طبعا، لعلنا سررنا بشيء واحد معا لأول مرة. وهل اهتديت إلى بنت الحلال؟ أجل يا أخي، كريمة جارنا الطيب كمال خليل أفندي، صديقي وصديقك. ولم يفلح ما سلف من تأهب في تحمل الطعنة إلا قليلا، فيأس المتهم من النجاة لا يهون على نفسه وقع النطق بالحكم عليه، ولكنه لاذ بكبريائه وقال بهدوءه: وفقك الله لما فيه سعادتك. شكرا لك يا أخي. بيد أني أريد أن أسألك سؤالا على سبيل الاحتياط، فهل زودت بالمعلومات الضرورية عن الأسرة التي ستصبح واحدا منها،
خبرت الأسرة عن كثب وعرفت الفتاة معرفة شخصية. ونكأ تصريحه جرحة فضاعف مجهوده ليحافظ على هدوئه الظاهري وقال: أذكرك بأنه إذا أعلن الخبر فالنقوص عنه يكون فضيحة. فضحك رشدي قائلا بثقة: انتهى التقلب واستقر الرأي. على فكرة، لماذا لا تفكر أنت أيضا في الزواج؟ أما كان ينبغي أن أبارك لك قبل أن تبارك لي؟ فيصارحه بما حال بينه وبين التفكير في الزواج. الفتى لا يدري مما يقول شيئا، ولذلك فهو يرميه بسهام مسمومة في غفلة وصفاء. وارتدى على أثر ذلك ملابسه ومضى إلى الزهرة. يا معلم، هل اصطحبتني إلى الإخوان؟ وعاد معا يخبطان في الممرات الملتوية يشملهما ظلام دامس، ودخل عمارة وارتقي السلم إلى الطابق الثالث، وضغط الرجل زر الجرس الكهربائي وهو يقول: إذا جئت بمفردك وأردت أن يفتحه لك فآيتك أن تضغط الزر 5 دفعات متتابعات ثم تذكر كلمة السر التي سأقولها الآن. ملعون أبو الدنيا. وفتح الباب ودخل أحمد بقلب هياب وتبعه المعلم، وعبر صالة إلى حجرة واسعة مزدحمة بالجالسين مضاءة بنور أزرق هادئ كنور الفجر العليل. ثم استرعى صدر المكان انتباهه حيث جلست امرأة هائلة على شلتة ضخمة، وأدرك أحمد عاكف أنها عليات الفائزة التي يدعونها بمعشوقة الأزواج. وكان عباس شفة مكبا على تعبئة الكراسي، ثم رص الجمرات على كرسي منها وركبها على الجوزة وقدمها إلى الست، واستقرت عين أحمد على الجوزة في اهتمام مشوب بقلق وإشفاق. ثم مال نحو نونو وهمس في أذنه: ألا يحق لي أن أخاف هذه الجوزة؟ فعاتبه المعلم قائلا بصوت منخفض: إذا خفتها أنت فماذا يفعل أبناؤنا؟ وغادر الشقة وأمسك بالدربزين ونزل متثاقلا، وما زال يهبط ثم يهبط حتى خال السلم مفضيا إلى مركز الأرض، ولكنه انتهى إلى الطريق وخبط راجعا إلى حجرته بعد أن قام بأخطر رحلة في حياته، ولم يفكر بعد ذلك في معاودة المغامرة، وقال لنفسه يتأسى كعادته: الظاهر أن الطبائع العقلية ليست بذات استعداد للتمتع بهذه الشهوات، على أنه لن يمسي بحاجة إلى هذا المخدر كي ينسى شجونه. فغدا إذا تم زواج شقيقه من الفتاة برأ هو ونسي، بيد أن رشدي ما زال يخبط في سبيله على غير هدى وساءت حالته. لماذا لم تأخذ نفسك بالاستقامة حتى تسترد صحتك؟ وأدى الشاب المريض عزيمة صادقة، فانقطع عن كازينو غمرة ولم يغادر البيت مساء إلا لإعطاء تلميذيه الدرس الخصوصي، وهو واجب يستعذبه قلبه ولا يعدل به لذة. ولأول مرة مذ فارق صباه حاول أن يأوي إلى فراشه في الساعة 10، مما دعا أحمد إلى الإعجاب المطلق بصنع الحب الساحر. وجاء العيد في الأيام الأوائل من يناير 1942، واستقبلته الأسرة والحي جميعا بالبشر والفرح، وحفلت المائدة باللحوم أشكالا وألوانا. ومن عجب أن رشدي لم يخرج عن نظامه الجديد في العيد، والحق أن إعياءه لم يمكنه من إشباع رغباته. أما أحمد فأمضى عطلة العيد في قهوة الزهرة، ولكنه لم يذعن لإغراء المعلم نونو، فخاب سعي الرجل لاستدراجه مرة أخرى إلى بيت عليات الفائزة. وهل يمكن أن ينسى ختام تلك الليلة الجهنمية؟ ثم كان صباح اليوم الرابع من أيام العيد، وفي ذاك الصباح
حدث ما جعل أحمد يذكره على الدوام، وقد استيقظ في منتصف التاسعة ومضى إلى الحمام كعادته، فوجد رشدي مكبا على الحوض يسعل سعالا شديدا يضطرب له جسمه الهزيل، فاقترب منه حتى صار لصقة. رباه، ما هذا يا رشدي؟ فرفع إليه الفتى عينين كئيبتين وقال بصوته المبعوة: هذا دم. رباه، أصبت وانتهيت. لا تقل هذا، هي الحقيقة يا أخي. لا، ماذا تقول يا رشدي؟ صارحني بكل شيء. ذهبت أخيرا إلى طبيب فقال لي إن بالرئة اليسرى مبادئ سل. وأصغى الكهل إلي في صمت وذهول وحزن عميق، وانتهى رشدي من قصته فتبادل نظرة أسى وحزن وكآبة، ثم قال أحمد: هذا أمر الله، لن نيأس من رحمته، فينبغي أن نصدق الطبيب فيما يقول، فليس العهد بالأطباء أن يكذبوا رحمة بمرضاهم، فالإصابة إذا بسيطة ولكن ينبغي أن نحشد لها كل ما في وسعنا من عناية وحكمة، وإن كان يدهشني أنك لم تفض إلي بالحقيقة في وقتها. عرفت الحقيقة قبيل العيد مباشرة، فلم أرد أن أزعج أحدا. هي إرادة الله، فلنصبر على حكمه حتى يمن علينا بالشفاء، وهو أرحم بنا من أنفسنا. والآن فأخبرني عما عزمت عليه. سأنفذ وصايا الدكتور بطبيعة الحال، وقد أوصاني بالراحة والتغذية الحسنة وبعض الحقن، ولكن المصابين بهذا المرض يقصدون عادة إلى المصحة. فكذب رشدي مرة أخرى قائلا: لم يجد الدكتور ضرورة للمصحة. فلاح الأمل في نظرة الكهل الواجب وقال: لعلها إصابة تافهة يا رشدي. أجل أجل، هذا ما أكده لي. عسى ألا تطول إجازتك. فعاد القلق يساوره وقال بصوت منخفض: ولكني لن أطلب إجازة. فانزعج الرجل وقال بإنكار: فكيف يتم استشفاؤك؟ إياك وأن تستهتر بالمرض مهما قيل عن بساطة الإصابة، وحسبك استهتارا يا رشدي. معاذ الله أن أستهين بحياتي يا أخي، وصدر بنفسك منذ اليوم أني سأأخذ نفسي بالراحة المطلقة فيما عدا أوقات العمل، وسأعوض ما أبذله من قوايا لعملي بالغذاء المختار والأدوية المقوية. أما طلب إجازة مرضية فمخاطرة بوظيفتي ومستقبلي. فسكت أحمد مغلوبا على أمره، وتناهد الشاب بارتياح وراح يحدث أخاه بما سوف يتخذ من تدابير الوقاية. وأنصت الرجل إليه بانتباه، ولأول مرة خامره الخوف والقلق. أما رشدي فكان يتحفز لضراعة جديدة لا تقل خطرا في نظره عما سواها إن لم تزد، فقال: وهنالك يا أخي أمر عظيم الأهمية، أرجو أن ترعاه بالعناية التي أرعاه بها، وهو أن يبقى ما دار بيننا سرا دفينا. واستقبلت الدنيا أيام فبراير الأولى مشفقة من رياحه العاصفة وزوابعه الباردة المزمجرة، وقد ترفعت السماء بأردية ثقيلة داكنة من السحاب الجون، فهمست الأرض كفرخ في بيضة ترقب الربيع لتشق حجاب الظلماء عن بهجة النور وعبير الأزاهر. وظل رشدي جسدا مهزولا، في قرارته ضرام لا يخمد من العواطف والأحاسيس، وفي قلبه تمرد ثائر على الأغلال التي صفده بها المرض الخطير. وكان الطبيب أعاد عليه الكشف أخيرا وقال له إن حالة الصدر لم تتحسن، فخاب أمله. والأدهى من ذلك أن الطبيب ألح عليه أن يجد سبيلا إلى حلوان، فهل أيس الرجل من أن يسعى الشفاء إليه في القاهرة؟ وزادت حال رشدي سوءا، ف
فاشتد هزاله وشحوبه، ولكنه بدا مستهترا سادرا كأن الأمر لا يعنيه، ولم يعد يقنع برحلات الصباح في طريق الجبل. فكان كلما نزعه الشوق إلى كازينو غمرة انطلق إلى الإخوان يعربد معهم حتى مطلع الفجر. وكان أحمد يقول له مبكتا: أتروم الانتحار؟ والحق أنه انحدر في سبيل الانتحار بلا قصد، وعجز عن مقاومة ميله الطبيعي للذات، ولكنه فوجئ بعودة السعال، بل عاد أعنف مما كان في أسوأ حالاته، وتلوث بصاقه مرة أخرى بالدم، ولفتت نوبات السعال الموظفين إليه في المصرف، فساورتهم الشكوك، ولم يستطع أحمد صبرا، فدعاه يوما إلى حجرته وقال له بحزم: إلى ما تتغاضى عن خطورة الحال؟ بما تشير علي لا يجوز بعد اليوم أن تواصل عملك فضلا عن السهر والعربدة. وإذا فضح سري، ليس المرض بالفضيحة ولضرورة أحكام. الأمر لله. واستقل عربة إلى عيادة الطبيب، وصاحبه أحمد إلى حجرة الكشف، وأجرى الطبيب الفحص، فساد الصمت برهة غير قصيرة، ثم قال بعد الانتهاء: كلمة واحدة لا أزيد عليها، المصحة. ورجع إلى البيت فوجد الوالدين ينتظران فارغي الصبر، وبادر الوالد أحمد قائلا: ماذا به؟ وعلم أحمد أن الكذب لن يجدي، فقال واجما وباقتضاب ذي مغزى: المصحة. وساد الصمت، واحمرت عين الست دولت منذرة بالبكاء، وتمتم الوالد: ربنا يلطف بنا، ربنا يلطف بنا. وكان رشدي لا يزال نافرا من المصحة، ولكنه لا يجرؤ على قول لا بعدما صار إليه حاله، فدعا أخاه إلى جانبه وقال له بتوسل وعلى مسمع من أمه: لتكن المصحة إذا شئت، ولكن، وأومأ إلى النافذة واستدرك: ولكن لا أحب أن أعرف الحقيقة. لا تخف، من السهل أن نقول إنك مصاب بماء في الرئة أوجب سفرك إلى المصحة. وعند عصر يوم الأحد، وكان أحمد مجتمعا بوالديه يحتسون قهوة العصر، جاء البريد بكتاب: ما إن رأى الظرف حتى تمتم بغرابة. هذا خط رشدي. وتنبه الوالدان وتابعت عيناهما يد الرجل وهو يفض الغلاف. 8 مارس 1942. أخي العزيز، أستحلفك بالله يا أخي، إلا ما وافقت على عودتي إليكم لأقضي بينكم أيامي الأخيرة حتى يوفيني الأجل. سأسافر اليوم إلى حلوان وآتي به. وأعطى الخطاب إلى والده ومضى إلى حجرته وأمه في أثره. وكانت نوال تعود مع والديها، فيتبادلان نظرات خاطفة مشوقة لم يشعر بوقدتها إلا هما. رباه، لماذا لا يتركانهما وحدهما ولو للحظة؟ إنه يذوب شوقا إلى كلمة وداد ترطب حرارة فؤاده المحموم. وهكذا مضى شهر مارس، ولما جاء إبريل تغير الحال، فلم يعد يرى نوال. مضى أسبوع دون أن تزوره، وانتصف الشهر فلم تحضر، وعاده والداها بمفرديهما، وانتهى إبريل دون أن يراها أو تراه. والحقيقة أن كمال خليل أخذ يساوره الشك فيما قالوا عن مرض الشاب، وما لبث أن أفضى بشكه إلى امرأته. ولكي يقطع الشك باليقين زار صديق له في بنك نصر وسأله عن حقيقة مرض رشدي، فأطلعه الرجل على الحقيقة. وحزن كمال خليل حزنا بالغا، لأنه أحب رشدي حبا صادقا، ووجد فيه خير زوج يمكن أن يرجوه لابنته. وهوى الخبر على الست توحيدة كالصاعقة،
وخيب أملها في سعادة نوال، وخلى الرجل بزوجه وقال لها متجهما: ماذا ترين؟ فلذت المرأة بالصمت إشفاقا من الجهر بالحق المؤلم، فقال كمال أفندي: لا أظن أن رشدي بناج من مرضه الخطير. وفي النصف الأول من مايو جاءه طبيب المصرف ليعيد الكشف عليه وليجدد له الإجازة حسب ما يرى. وفحصه الرجل فحصا سطحيا ثم قال: أظنك تعلم أن إجازتك القانونية تنتهي في 30 مايو سنة 1942. حقا؟ نعم أعلم ذلك. فقال الطبيب بغير مبالاة: فأيامك الباقية من الإجازة منتهية لا محالة قبل الشفاء بزمن طويل، وعليه فلا مناص من فصلك من خدمة البنك ابتداء من 31 مايو سنة 1942. وقع من فضلك بإمضائك على هذه الاستمارة للعلم. وذكر أخاه أحمد كأنه يستغيث به في تلك الساعة الحرجة، وردد عينيه بين الطبيب وبين الورقة، فلم يغب عن ناظريهما بالرجل من نفاذ الصبر، فعراه الارتباك وتناول قلمه ووقع بإمضائه بيد مرتعشة. وغادر الدكتور الحجرة، فجاءت أمه متطلعة إليه بوجهها الذي نال منه الإعياء والهم كل منال، فقال لها بصوت مبعوح متهدج: وقعت اليوم بإمضائي على أمر فصلي من عملي. ذهب الرجل إلى القهوة متأخرا عن موعده، وكان يجد فيها بعض الراحة لأعصابه المتوترة ونفسه المحزونة، فمكث بها حتى منتصف العاشرة، ثم عاد إلى البيت ومر بحجرة أخيه، فوجده قد تعاطى المنوم واضطجع في طلاب النوم، ولكنه لم يكن نام بعد، فرد تحية القادم قائلا: مساء الخير، هل عدت؟ أجل، كيف حالك؟ الحمد لله. كيف شاي الزهرة؟ كعهدك به؟ هنيئا. وتركه لينام ومضى إلى حجرته وخلع ملابسه، كان منقبض الصدر متوتر الأعصاب، وحاول أن يغيب عن أفكاره ساعة بالقراءة، ثم نهض لينام، فلم يغمض له جفن حتى مضت ساعة طويلة من الأفكار والوساوس. واستيقظ في الصباح الباكر على حركة في البيت فتنبهت حواسه، ونظر في الساعة فوجدها 5، فتساءل: ما الذي أيقظه في هذا الوقت المبكر؟ وغادر الفراش وانطلق إلى الخارج يساوره قلق وخوف. وقبل أن يخطو خطوتين في الدهليز المفضي إلى حجرة رشدي، انفتح باب الحجرة بقوة، وبدت أمه على عتبته وقد رفعت ذراعيها فوق رأسها كمن يستغيث، ثم هوت على خديها تلطمهما بعنف وجنون. وكان يوما فظيعا مروعا، صارت قافلته في هول من الألم والعذاب والشجن. ثم كانت أيام قاسية مرة. أما عاكف أفندي الأب فقد راح يداوي بالإيمان جرحا داميا، وأما الأم فقد ذهلت في حزنها عن كل شيء حتى الإيمان، بل قالت تخاطب ربها في وقدة الألم: ما ضر دنياك لو تركت لابني. ثم قالت لزوجها بحدة: هذا حي شؤم، جئته على كر مني وما أحببته قط، وفيه مرض ابني وفيه قضى، فدعنا نهجره بغير أسف. ثم انثنت إلى أحمد قائلة: إذا أردت أن ترحم أمك حقا فابحث لنا عن مقام جديد، كرهت الحي وأهله جميعا. وضاق أحمد به صدرا كذلك، ولكن كيف السبيل إلى سكن جديد والقاهرة قد ناءت بسكانها؟
وتلا وقت حافل بالأحداث الحربية الهائلة، فانسحب الجيش الثامن من جسر فرسان، وفي النصف الثاني من يونيو سقط الطبرق في يد الألمان، وتهامس الناس بخطر الغزو، وتناول الصحاب في الزهرة الأخبار بتعليقاتهم المعتادة. فقال السيد عارف بسرور: لن يقف زعف رومل هذه المرة. فسأله الأستاذ أحمد راشد بلهجة متهكم: يا من تحبون الألمان، هل تحسبون أنهم إذا دخلوا مصر يدخلون بسلام، أو أن دون ذلك حربا ضروسا تقتلع كل قائم؟ وجعل أحمد ينقل إلى والديه ما يقوله الناس، ويحدثهما بأخطار الغزو وما يتوقعه الكثيرون من اشتداد الغارات الجوية، وكأنما أراد أن يلهيهما عن حزنهما ولو بإثارة مخاوفهما. وعاد أحمد ذات مساء إلى البيت، وكان قضى على وفاة رشدي 4 أسابيع، فوجد أمه بانتظاره، وبادرته قائلة: زارتني نوال بعد عصر اليوم. وخفق قلبه لذكر الاسم، وأمسكت يداه عن فك رباط الرقبة، وسألها مندهشا: ولماذا جاءت؟ فقالت الأم: قابلتني في ارتباك شديد، وما إن التقت عينانا حتى انتحبت باكية، وقالت لي بصوت متقطع ونبرات مختنقة: أنا أعلم بسخطك علي، بل بسخطكم علي، ولكم العذر، ولكني مظلوم، والله يا تيزة منعوني من زيارتي، وحال بيني وبين رؤيتي، وفرضوا علي رقابة شديدة، وأبوا أن يصغوا إلى توسلاتي أو يرحموا دموعي، وما كنت لأفعل هذا بنفسي أبدا. لكم تألم ولكم أتألم، ولكنه سيعلم الحقيقة يوما ما، ويعلم أني ما بغيت عليه ولا خنت عهده. وتصرمت الأيام الباقية من يونيو، وجاء يوليو بقيده الفائر، وظلت الكآبة ناشرة رداءها على البيت الثاكل، ولم تفطر همة أحمد عاكف في التنقيب عن مسكن جديد رحمة بوالدته، ولأنه هو أيضا ضاق بالحي صدرا، وقد خلفت الصدمة في أعصابه الرقيقة آثارا عميقة. وفي ذلك الوقت كثر إطلاق صفارات الإنذار ليلا ونهارا، ولكن لم تضرب المدينة كما حدث في سبتمبر. ثم تحرجت الحالة الحربية بتوالي تقدم قوات المحور، فعبرت الحدود المصرية وتوغلت فيها حتى جاوزت مرسى مطروح التي كانت تعد أهم خط دفاعي عن مصر، ثم استولت على فوكة والضبعة، وبلغ التحرج منتهى بتقدم القوات المعادية إلى العلمين. وفي مساء اليوم الذي بلغت فيه قوات المحور العلمين، اجتمع الصحاب بقهوة الزهرة كعادتهم، فتلاقوا بالبشر والسرور، وملأوا الجو برنين ضحكاتهم. لم يفكر أحد منهم في الهجرة أو في تخزين بعض المواد الغذائية، ولا شغل أحد نفسه بتقدير الحالة التي تنشأ عن الغزو والحرب في المدن، أو كانوا يتمثلون هذه الحالة مازحين ضاحكين كأن الأمر لا يعنيهم، ولسان حالهم يقول: الأمر لله، وليحدث لنا ما يحدث للناس جميعا. ولم يختلف أحمد عاكف عنهم في شيء، كان يفكر فيما يحتمل أن يحدث فينقبض صدره، ثم تتمثل له تلك الحالة التي يختلط فيها الحابل بالنابل، وتمحي التبعات وتنهار القيم، فيجد في أعماقه شعورا بلذة خفية تعكسها أعصابه المتوترة، كأن ذلك الغزو المرتقب سيبيد فيما يبيد أحزانه وآلامه، وسيمحو فيما يمحو من آثار الماضي آثار ماضيه. قال سيد عارف بلهجة متثبت مما يقول: قسم رومل جيشه جناحين، وجه الأول نحو الإسكندرية، وهبط بالثاني صوب الفيوم. وقال أحمد راشد: سمعت أن الإسكندرية تضرب بالقنابل من الجو ومن البر،
حتى هجرها أهلها إلى دمنهور. هل ده الإنجليز حقا؟ إنهم يحرقون أوراقهم ويرحلون نساءهم. متى يبلغ الألمان القاهرة؟ غدا أو بعد غد، إلا إذا صاروا بجيشهم المظفر شرقا إلى السويس. سمعت من ثقة أن جنود الباراشوت يهبطون جماعات في الحقول. وبغتة أطلقت صفارات الإنذار. وفي أواخر أغسطس اهتدى أحمد عاكف إلى شقة خالية بضاحية الزيتون، وسرت الأسرة بقرب الرحيل عن خان الخليل وذكرياته السود، بيد أن أحمد على حزنه رأى في الأفق نجوما تخفق. تحدثوا في تلك الأيام عن إنصاف المنسيين من الموظفين، وباتت الدرجة السابعة قريبة المنال، وكان دائما يستهين بالوظيفة والموظفين، ولكنه سر في باطنه بالترقية المنتظرة، وسره أيضا أنه سيصير رئيسا على أربعة غير ساع بريد الوارد، ونوى صادقا أن يجعل من عهد رئاسته فتحا جديدا في حياة الإدارة الحكومية يضرب فيها المثل الأعلى للرئيس العالم الحكيم. وليس هذا كل شيء، فقد حدث أن اصطحب أمه إلى المسكن الجديد ليعاينه، وعند عودتهما معا أثنت أمه على زوج صاحبه وشقيقته، وقالت عن الأخيرة إنها أرملة في الخامسة والثلاثين على أدب وجمال. ونشط خياله، أرملة في الخامسة والثلاثين على أدب وجمال، يحويهما بيت واحد وهو أعزب في الأربعين وزميل شقيقها. بيد أن هذه الأحلام لا تتفق ورباط رقبته الأسود، رباه ما لأحلامه تحلق في غير حياة. وأخذوا للرحيل أهبتهم، فلفت الأبسطة وفكت الدواليب والأسرة، وجمعت الأواني والكتب وقطع الأثاث، واعتزموا السير غدا. الليلة نصف شعبان، ودعاء شعبان يتصاعد من النوافذ القريبة، وذاك صوت غلام يهتف بصوته الرفيع: اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام. والأسرة تردد دعاء وراءه، بينهم صامت وحده، وتساءل عما عسى أن يتوجه به من دعاء إلى ربه، وتفكر مليا، ثم رفع رأسه إلى البدر المنير وبسط راحتيه وغمغم بخشوع: اللهم يا خالق الخلق ومدبر كل شيء، تغمده برحمتك الواسعة، وأسكنه فسيح جناتك، وألهم والديه الحزينين الصبر والسلوان، وأنزل على قلبي السكينة والسلام، واكتب لي فيما يستقبل من الأيام عزاء عما سلف. وهنا وضع يده على قلبه، فلشد ما تحمل هذا القلب من ألم، ولشد ما تجرع من خيبة. هل يذكر يوم أقبل على هذا الحي وفي النفس شوق إلى التغيير؟ لقد حدث التغيير وأحدث دمعا وحسرة، وها هو ذا رمضان مقبل، فيا للذكرى، أيذكر كيف استقبل رمضان الماضي؟ أيذكر موقفه من النافذة الأخرى في انتظار أذان المغرب، وكيف رفع البصر فرأى وجرى أمام ناظري التاريخ الذي كتبته الليالي متتابعات حتى هذه الليلة بمداد الأمل والحب والألم والحزن؟ وهذه الليلة الأخيرة، وغدا يبيت في دار جديدة، في حي جديد، موليا الماضي ظهره، الماضي بما أحدث من أمل وما خيب من رجاء. فالوداع يا خان الخليل. قدم لكم المجمع الثقافي في أبوظبي
الكتاب المسموع. الرواية العربية خان الخليلي للكاتب الكبير نجيب محفوظ. التقديم والأداء الفنان أحمد عبد الحليم. التسجيل والمونتاج محمد شعبان. ساعد في الإخراج جمال حماد. الإعداد والإخراج محمد مرعي. التنفيذ أحمد حمزة. الإشراف عبد الستار السكيني.